عشان نصل جميعا إلى صحة سليمة لكل رجالتنا ورجالة بلدنا وحبايبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليكم ركزوا معايا الحلقة دي قوي، وخصوصا العواجيز اللي زيي اللي كسروا الـ40 يعني، تمام كده؟ لأن النهاردة معانا أسرع دواء لعلاج البروستاتا، مشكلة كل الرجالة بعد الـ40، التهابات البروستاتا والصدي اللي بيحصل في البروستاتا وتضخم البروستاتا والكلام ده. موضوع البروستاتا مشهور جدا جدا في العالم العربي وخصوصا في مصر. وموضوع البروستاتا هنقسمه بعض عدة محاور. المحور الأول احنا بنشوف أول مريض، أولا مريض البروستاتا شال اللوز ولا ما شالهاش؟ اللي أنت بتقوله ده يا شيخ، إيه علاقة اللوز بالبروستاتا؟ هقول لك، ما تستعجلش، صلي على النبي الأول. صلى على النبي الاول يا اخي، صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. طبعا النساء زعلانين مننا دلوقتي الحلقه دي للرجاله. ما هو لو انت جوزك ما شافش الحلقه دي، انت سعادتك هتقولي له لجوزك يعمل ايه بعد الحلقه دي. ما هو مش كل الرجاله بيتفرجوا، اكيد النساء كتير موجودين قدامنا، فبالله عليك وصلي الحلقه دي لجوزك، قولي انا شفت حلقه ولا تعرف دينك الشيخ حلمي موسى كان بيتكلم عن دواء البروستاتا، فبالله عليك اتعالج منها بالطريقه دي. هنشوف لو هو شايل اللوز، ايه علاقه اللوز؟ اللي شايل اللوز جسمه ما فيهوش كبريت، واللي ما عندوش كبريت في جسمه نسبة الاستروجين بتعلى عنده والتستوستيرون بتقل، فبالتالي البروستاتا بتلتهب وبتضعف. فلو حضرتك شايل اللوز لازم تاخد كل يوم فصين توم عشان تعوض الكبريت، تمام كده؟ او حبوب من الصيدلية مفيش مشكلة. المحور التاني، قبل ما تاخد اي دواء للبروستاتا خلص جسمك اولا من الصديد والاملاح، مهم جدا. ارجع بقى للحلقه بتاعتنا بتاع شرب الماء الدافع على المعده الفارغه، واخد بالك؟ واخد بال حضرتك انت؟ اشرب 4 كوبايات ميه سخنه على الريق، مقدار كل كوبايه 160 مللي، وبعد 45 دقيقه كل، وبعد ساعتين ما تاكلش ولا تشرب، هتخلص نفسك من الصديد والاملاح الموجوده عندك، اما بطريقه عشبيه او بطريقه صيدلانيه او بطريقه الميه اللي قلنا عليها. المهم اي حاجه عشان نخلص على الملح والصديد اللي في جسمك. المحور التالي بقى بعد ما نضبط المحورين السابقين هنعمل كالاتي. سعادتك هجيب معاك كيلو عسل. كيلو عسل هنضيف عليه 15 جرام بروبليس كوري محترم مع 20 جرام من عشبة البسباسة. عشبة البسباس مش هي الشمر، لا، البسباس يا جماعة ده الغلاف بتاع بلح، بتاع بلح جوزة الطيب المعروفة، وده موجود عند العطار. 10 جرام مطحون القسط الهندي، 10 جرام مطحون الحبة السوداء، 10 جرام جنزبيل او زنجبيل، 10 جرام حبوب اللقاح. هتحط ده كله على بعض وتقوم حاطه في كيلو عسل، تمام كده؟ هتقلب كل مره وتاخد معلقه كبيره قبل الاكل بساعه، وانسى حاجه اسمها البروستاتا. وده كلام الدكتور محمد رياض، ده كلام الدكتور محمد رياض، انسى حاجه اسمها البروستاتا، خلاص الموضوع انتهى. اقول تاني؟ ادفع. ايوه كده، صلى على النبي، احب كل ساعه معايا. هنقول كيلو عسل، 15 جرام بلوبليس، 20 جرام من عشبة البسباس مطحونة، 10 جرام مطحون قص الهندي، 10 جرام مطحون الحبة السوداء، 10 جرام زنجبيل، 10 جرام حبوب اللقاح. هضربهم كلهم في كيلو عسل، احطهم عليه وقلبها كويس في كيلو عسل، واخد قبل كل وجبة معلقة واحدة منها، وحذاري من ان انا اخد املاح، اي حاجة فيها ملح في الوقت اللي بتعالج فيه البروستاتا. وانسى ايه؟ البروستاتا. صليتوا على النبي ولا ايه رايكم؟ اتفقنا؟ هننفذ الكلام ده وهنعمله زي ما باكد تاني. الرجاله اللي بتشوفني دلوقتي هنعمل الكلام ده اللي بيشتكوا بروستاتا. الستات الرجاله مش موجوده هتديهم الحلقه وتقول لهم الحلقه واللي حصل فيها عشان نصل جميعا الى صحه سليمه لكل رجالتنا ورجاله بلدنا وحبايبنا. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.